فوائد النبات جعيدة، نعم تسمى بالجعيدة، وتستخدم النبات كاملة لمعالجة بعض الأمراض، وتوجد هذه النبات في البحر المتوسط، حوض البحر المتوسط كلبنان فلسطين والدول التي تقع على حوض البحر المتوسط، المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر، الجمهورية المصرية العربية، وأيضا اليونان، تركيا، وأيضا فرنسا وإسبانيا و نعم هذه الدول التي تقع على بحر المتوسط يوجد فيها هذه النبات جعيدة، تسمى فهو مفيدة، خواصه مضاد للداء السكري والاستسقاء، نعم، والحمى يعني الفيفر، نعم، ومضاد للتأكسد، وأيضا مفيد لقرحة قرحة المعدة، نعم. أما من ناحية الأعشاب الطبية فتستخدم لمعالجة مرض الداء السكري، نعم. وهكذا شرحت لكم فوائد الجعيدة، نبات جعيدة بشكل مختصر ومفيد، وشكرا لكم.